السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاحبه الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حديثنا الليله عن فضل من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. عندنا شيء في الدين يسمى بقانون التعويضات الالهيه بمعنى ان الحياه لا تسير عبثا الحياه لها رب ولها مالك مهيمن عليها يراقب ويسير ويدبر ويجازي ويحفظ ويجيب الدعاء اروي لكم قصه رجل من الصلحاء كان يسير في الطرقات وتفوح منه رائحه المسك عطرا شديا نديا كلما انتقل من مكان الى مكان صار في الاسواق والطرقات وكلما جلس مع الناس الا وتفوح منه رائحه العطر العطر الجميل ليس كالذي يباع في اغلى الاسواق وانما هو عطر من نوع خاص سالوه ما سر هذا الكرامه التي تستمتع بها بكى كثيرا حتى ابتلت لحيته وقال انها من بركه من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه حكى لهم انه لما كان في الشباب كان يستمتع بالجمال كان وسيما وانيقا ورشيقا وبشوشا وكان مساعد تاجر يبيع الاثواب والقماش واحيانا يضطر الى مكالمة الناس بكلام لبق فيه نوع من الحلاوة حتى يثير الزبائن لشراء هذه السلعة صاحب المتجر طلب منه بين الفينة والأخرى أن يأخذ بعض القماش والثوب ويذهب يتجول في الأسواق وفي الطرقات والأزقة وينادي لمن أراد أن يشتري هذا الثوب في يوم من الأيام بينما هو يبيع ويشتري يمر من إحدى الأحياء تراه امراه هي الاخرى كانت فائقه الجمال ولكنها كانت تشعر بالحرمان العاطفي لما رات الشاب نادته من النافذه ان يصعد الى شقتها لكي تقتني منه بعض هذه الاتوام فهو فرح وصعد مسرورا للتو الى الشقه لما فتحت له الباب اغلقت عليه الابواب واحكمت اغلاقها وقالت يا هذا ان غرضي ليس هو شراء الثوب وانما غرضي الذي اعجبت بك كنت ادب الى ذلك المتجر وكنت اراك تبتسم وتتعامل برقه مع الاخريات تبيع وتشتري وتمنيتك لنفسي وهو القدر قد جاء بك الى عندي الان انا لا اطلب منك شيء انا الان وحيده في هذا البيت ولا احد معي واريد منك أن تعاشرني، هذا الشاب دارت بيده وبعقله أفكار وقال هذه فرصة لا تعوض لكنه للتو تذكر بأن الله تعالى عليه رقيب وأن الله تعالى يسمع ويرى فإذا به يستحي ويقول كيف ربي يراني الآن فتمنع عن المرأة قال لها إن ربي الآن يراني اذا كان اهلك وعشيرتك غائبين الان غير حاضرين معنا لكن ربي وربك يرانا ويسمعنا وينظر الينا واستحي منه قالت له دعك من هذا الكلام اما ان تفعل واما ساصيح باعلى صوتي واقول هذا الفتى تهجم علي واراد ان يدانا من عفتي فشعر بنوع من الغبن والمراه بدات تتكلم جديا اما ان تفعل واما ان ارفع صوتي امام الملا حتى ياتي الجيران وتصير سمعتك ملطخه وسوف يشبعونك ضربا الرجل بدا يفكر يا رب انني الان في ورطه ماذا افعل هل اوافقها واعمل ما تريد فادل غضبك واما ان اتمنع فتنزل علي اشد العقوبه من الناس بدأ أفعل بدأ يفكر ويدبر ويقول يا غية المستغيثين يا دليل الحائرين إنني ذي الألف ورطة أدقني يا رب العالمين ثم تأتيه وساوس إبليس وتقول له هذه فرصة ذهبية عارض عليك وعيب أن تضيعها من بين يديك إنها الآن امرأة جميلة غاية في الجمال وفي شقتها ولا احد يراكما انها فرصه لا تعوض ثم بدا يتذكر بان ابليس فعلا يحضر في مثل هذه المواقف وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما فتذكر بان ابليس معهم الان في الغرفه في هذه الشقه انه يوسوس لها ويوسوس له وقد على وشك أن يقع في الفضيحة ماذا يفعل يا رب يا دليل الحائرين يا غية المستغيثين فلما بدأ يناجي ربه إذا به يستذكر حديثا نبويا شريفا أنه من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات دعت منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين بدا يتذكر كذلك قصه نبي الله يوسف عليه السلام الذي تم التغرير به واغراقه إغرائه ولكنه استعصم فعصمه الله وبدات الافكار تتلاطم في ذهنه في دقائق معدودات شعر بان الدم يفور والعقل يفكر ماذا عليه ان يصنع فاذا بلسانه ينطق ويقول يا سيدتي ان كاد ولابد فانا كما ترين جسمي فيه عرق شديد هل سمحت لي اين الحمام اريد ان اخذ حماما واغتسل بالماء والصابون ثم اتطهر ثم اتي اليك فاذا بالمراه تفرح وتقول احسنت هذا ما كنت انتظر منك ها هو حمام كبير عندي فيه ماء دافئ فيه صابون فيه معطرات فيه ملابس داخلية افعل ما تشاء فعلا دخل الشاب إلى الحمام وبدأ يفكر يا إلهي انقل لي يا إلهي إني أشعر أنني على وشك أن أقع في المعصية ماذا أفعل يا إلهي بدأ يناجي ربه وأخذ يفكر هل أفر من نافذة الحمام حاول كثيرا لكن يبدو بأن فيها قضبان فيها حديد هذه النافذة لا يستطيع أن يفر منها ماذا يصنع فكر ودبر فإذا بفكرة غريبة تسقط على عقله وترد على خاطره فبيد الفكرة دخل الحباب فأعزكم الله ماذا فعل تبول وقضى حاجته ثم أخذ هذه القاذورات أعزكم الله جميعا ولطخ بها وجهه وجسده فأصار فيه راحة كريهة بول وغائط في جسمه ثم خرج على المرأة قال لها ها أنا دا. المرأة لما رأته في هذه الحال قالت يا مجنون اخرج عني اخرج عني ففتحت له الأبواب وطردته فخرج الرجل يجري والناس يرونه في الشارع العام ويضحكون هذا الوسخ هذا القدر ويقول رباه أنقذني وقدمه تسير به حتى وصل إلى بيته دخل إلى غرفته واستحم وغير ملابسه وطهرها فلما خرج من حمامه إذا بريح طيب يخرج منه روائح زكية عطرة طيبة تنبعث منه يقول يا رب من أين لي هذا؟ ولما عاد إلى العمل ودخل المتجر الناس كلهم حوله يقولون الله ما أطيب هذه الريح ما أزكى هذه الريح من أين اشتريت هذا الطيب؟ قال أنا ما صنعت طيب قال والله ريحة طيبة أينما ارتحل أينما صار إلا وتلك الرائحة الطيبة تسمعه حتى أنه صار يبيع ويشتري وأغناه المولى ببركة تلك الريحة الطيبة التي جاءت في جسمه كان كلما دخل إلى متجر أو إلى سوق التف حوله الناس ويبيع لهم القماش يبيع الثوب ودائما الرائحة الطيبة هي الجانبة للناس بقي على حال هذه وأكرمه الله بزوجة صالحة مصلحة وأكرمه الله بدرية طيبة وعاش حياة كلها نظيفة وكل من سأله وقال له من أين لك هذه الكرامة يقول من حديث سمعته أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وفعلا بقي هذا الرجل على سيرة هذه عمرا طويلا إلى أن توفاه الله وحينما توفي كان جسمه الطاهر تنبعت منه الرائحة الطيبة لا تزال تنبعت حتى إنهم لما دفنوه في المقبرة كانت القبور حوله كلها تفوح عطرا شديا وعبقا نديا والسر في كل هذا أيها الأحباب الكرام أن هذا الشاب ومثله كثير يتعرضون للإغواء يتعرضون للفتن هناك من يضعف وهناك من يسقط عند اول الطريق ما الذي يقع له؟ تنطفئ عنده الاضواء، اضواء الايمان واضواء اليقين تنطفئ وبالتالي يحصل على ذنوب وخطايا تعقبها قلق وتوتر وحزن واكتئاب ووساوس هذا مرض العصر الكثير ممن يعاني من هذه الامراض عليه ان يراجع نفسه لكن من استعصم بالله عصمه الله ولعل ربنا عز وجل حكى لنا قصه نبيه يوسف عليه السلام لتكون لنا عبره. فسيد يوسف لما اعطاه الله الجمال واغوته النسوه وقال قال؟ قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن أصب اليهن. فربنا سبحانه وتعالى صرف عنه كيدهن وادخله السجن لكن بعد ذلك عوضه خير عظيم. أولته خزائن الارض وصار متصرفا في نظام ملك دوله عظيمه انذاك دوله مصر. واعطاه الله مجدا كبيرا. وكذلك مكنا ليوسف وجعله الله تعالى من الوارثين في الارض. هذه قاعده ايها الاحبه الكرام ان الحياه لا تسير عبثا الحياه لها رب ولها مالك ولها مدبر ولها رقيب وهو سبحانه وتعالى يجازي خيرا كل من يسعى في الخير ويجازي شرا من يسعى في الشر فلهذا ادعوكم جميعا ايها الاحبه الكرام لا شك انكم سوف تتعرضون يوما ما لمثل ما تعرض لهذا الشاب فتذكروا بان من ترك شيئا لله عوضه الله وسترون كرامات وسترون امجاد وترون نجاحات وترون خيرات. لان الله سبحانه وتعالى الكريم يجازي المتقين وقد قال: فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. جنه في الارض وجنه في السماء. ومن دونهما جنتان. جنه في السماء تزيدت و تستعد لاستقبال أهلها وهناك جنة أخرى فوق الأرض ربنا أعدها للمتقين أين توجد في أي دولة في أي قارة توجد في قلب كل مؤمن جنة عظيمة ولمن خاف مقام ربه جنتان وربنا سبحانه وتعالى وعد بيد الخيرات فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب والرشد والخير والإيمان ويصرف عنا السوء ويحفظنا من وساوس ابليس وكيد الشيطان ويجعلنا من عباده المتقين، قولوا معنا جميعا امين، امين امين يا رب يا كريم. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.